بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي الطلاب، بنات الطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذي. أبنائي، معنا اليوم درس أحب مخلوقات ربي، وهو الدرس الأول من الفصل الثالث، ويتكلم عن عقيدتي، ونسأل بعض الأسئلة للطلاب الأذكياء. من هو ربك؟ أنا أعرف الإجابة، ربي الله. أحسنت. وما هو نبيك؟ نبيي محمد صلى الله عليه وسلم. وما دينك؟ ديني الإسلام. جميل، رائع. وما هو كتابك؟ كتابي هو القرآن الكريم. مسابقة بين الطلاب، من منكم يا أطفالي يعرف حديث عن آداب الطعام؟ أنا أعرف حديثا عن آداب الطعام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. ما شاء الله، أحسنت يا بطلي. هنا نسأل سؤال آخر للأولاد، من يعرف منكم بعض مخلوقات الله الموجودة في الأرض؟ الموجودة على الأرض؟ نعم. أتقصد يا أستاذ كالحيوانات، الأبقار والأغنام والجمال؟ جميل، نعم. هناك غيرهم، البشر، ما شاء الله، الإنسان، والأشجار، والنباتات، والحشائش، وكثير من المخلوقات. أحسنت. طيب، السؤال لمجموعة البنات، ما هي بعض المخلوقات الموجودة في السماء؟ نعم، أنا أيضا أعرف المخلوقات الموجودة في السماء كالملائكة. ما شاء الله، وماذا أيضا؟ أيضا هناك النجوم والكواكب. أحسنت. ننتقل إلى سؤال آخر، أطفالي، من خلق النحل؟ من خلق النحل؟ نعم، خلقها الله الذي خلق كل شيء. أحسنت يا طفلي الشجاع، هل تعرفون لماذا خلق الله النحل؟ نعم، ليعطينا العسل. أحسنت. وماذا أيضا؟ خلق الله النحل دليل على قدرته وعلى عظمته وإبداعه. جميل، ما شاء الله، أحسنت يا طفلي العزيز. والآن في الواقع، في أرض الواقع بيننا، نريد أن ننظر ونشاهد إلى هذه الصورة. من منكم يعرف هذه المخلوقات؟ أنا أعرف، انتظر يا أستاذي. نعم. إنها بقرة وجمل وخروف ودجاجة وأرنب وحصان في الخلف هناك. ما شاء الله، هل يمكننا أن نعيش بدون هذه المخلوقات؟ لا أبدا، نحن بحاجة لها. تخيل معي الحياة بدون هذه المخلوقات. أستاذي، إن الحياة بدون هذه المخلوقات لا تستقيم. نعم، أحسنت وصدقت القول. نقارن هنا ونستنتج، ننظر جيدا إلى الصورة أمامنا، فهناك على اليمين ماذا تجدون؟ إنه أرنب مرتب وجميل. أحسنت. وعلى الجهة اليسار؟ إنها ذبابة، أنا لا أحبها. لماذا؟ لأنها تزعجني وتأذيني وتلوث الطعام. نعم. أي صورة تحب منهما؟ أحب صورة الأرنب. ولماذا؟